لما كنت صغير ماما كانت دائما تختار لي الشيء الزين، كانت تنطيني أحسن أنواع الحليب حتى أنمو بسرعة وأكون صحي، وكانت دائما تقول لي إنه الصحة والعافية هم اللي يخلون العائلة تكون سعيدة، وهالفكرة ظلت ببالي لحد ما كبرت. ولما صارت عندي عائلة عرفت شلون أخليها تعيش بصحة وسعادة، وماما لحد هاي اللحظة ظلت حوالينا لأن عرفت شلون تحافظ على صحتها وصحة العائلة. حليب المدهش الأصلي بحلته الجديدة ونفس الطعم الرائع ومن المزارع الخضراء الطبيعية. المدهش حليب الأجيال.